عالسلامة مسيو. عالسلامة. لاباس؟ لاباس عايش. قد منا روحك؟ ناجي رزق. منين؟ شمينو هنا. مرحبا بيك. عايش من عسانة. مسيو انت عندك مشكلة، لو كان تحكينا شنية هي مشكلة. عندي مشكلة مرأة مرضتي بالمرض الخايب. فهمت؟ لطف عليها. تو عندي عام وانا ظروفي يعلم بها ربي، فهمت؟ عام هي من المرضى؟ عام تو سبولها في الدواء، فهمتي؟ من عيط عمي، وانا ما نكذبش عليك، عندي شهريه ماخذ قرض مبلع تو، فهمت؟ ماما معناها ما عادش تخدم تو ريتريت، فهمت؟ تسمع فيا؟ طالب اللي يحب يعاوني ربي، ربي راهو، مرتي مش تموت بين يدي، ما وصلتش، فهمت كيفاش؟ ما وصلتش. توا هاني نلوج على باكو دواء ما لقيتوش. ديجا انت في يدك توا باكويت نتاع دويات. نتاع دواء نلوج على باكو دواء مقطوع، فهمت كيفاش؟ ودواء ويت البارح عطوني زرارق مفقودين، فهمتي؟ مش نتسلف نمشي الجامع، مش نطلب على مرتي، مرتي مش داعي لي بين يدي، ما لقيتش شكون يعاوني، ما عندك لما نتشك، فهمت؟ نطلب من يدي اللي يحب يعاوني يعاوني، تحب نعطيك رقم التليفون نعطيك. حكينا على حالة الوضعية الصحية متاع مرتك حاليا. حاليا وضعية مرتي تحب الفلوس، فهمتي؟ السبيطار ما فيه حتى شيء. هي معناها تعبة وصحتها تعبة. تباع، فهمتي؟ سبيطار دواء دواء ناخذ من السبيطار ما فماش. يقول لك بالفلوس، بالفلوس مفقود. مرأة قاعدة تموت بين يديا، فهمت كيفاش؟ هو دواء في السبيطار مفقود. مش هذا كي تمشي الفارماسي هو مش موجود. مش موجود، أنت لهنا شفاش تعمل؟ فهمت كيفاش؟ طالب نداء الرئيس الجمهورية يوفر لنا الدواء، اسمع فيا، فهمت؟ بالنسبة للمرض هذايا، فهمت؟ وهذه حالة معناها إنسانة إنسانة معناها مرارة شبيك دار ولا شنو مرارة سيء، فهمت كيفاش؟ طفلة تعاني، طفل يعاني، نايا نعاني، فهمتي؟ ما وصلناش. من شيرة المادة تسمع فيه ومن شيرة الدواء، فهمت كيفاش؟ تسمع فيه طالب نداء يعاونوني هكا. حتى الروتريت نتاعك قاعدة تتقصر خاطر عند قروض. خذيت قرض يا ليت ما عملت به شيء، كل مشى في الواحد، وزدت غرقت مع البنك، والبنك ما يعطيكش في الروح. مثلا كي تقول له راهي مرتي مريضة، يقول لك لا مش مشكلتي أنا، فهمت؟ تسمع فيه نظم أمورك، أمور ما تهمنيش. بنوك ما يرحموك الجمل، فهمت يا ودي؟ علاه وسع عليا، فهمت كيفاش؟ مرتي مريضه واحد، قول لك امورك، فهمت؟ ما يهموش فيك مرتك تموت ولا بلاش دواء ولا، فهمت كيفاش؟ مسيو عندك صغار ولا لا؟ عندي وليد وبني زوز بطل، فهمتي؟ ما نكذبش عليك، زوز والله لا يخدموا، ما خذوش ليا الباك، فهمتي؟ ما فماش خدمه. حتى خدمة عادية متاع طفل يلقط مسكين يعاون في يوم وكا، والبنية لا هي باهي، فهمت كيفاش؟ اسمع فيا انا نيدي اللي اسمع فيا يحب يعاوني راهو الرب، فهمت كيفاش؟ اسمع فيا وراني تعبت. شو انت حياتكم يعني حياتكم العادية من اللي علينا امور قلبت معناها كنا امورنا لاباس علينا، نحمد ربي نشكروه. مرضة المرات حشاك صار لك يكراني بالضبط. يعني حياتكم تبدلت بعد ما مرضت الزوجة نتاعك. اه وتو نعاني فيها، فهمت كيفاش؟ وعجزت عجزت ما يتعمل كل شيء بالفلوس، فهمت؟ منين يجي بالوقت؟ نيدي يحب. حكينا على الحالة الصحية نتاع زوجتك، لكن ما حكيناش على حالتها النفسية. النفسية نحن هو مرضنا. احنا بنية مرضت نفساني، طفل مرض نفساني، وبنية مرضت نفساني. من الضغوطات، فهمت؟ من السبيطارات تمشي. هي معناها مسكينة ربي يشفيها، لازمكم ما تحسوهاش معناها بالشيء هذا. نحن ضحينا باش ما نحسوهاش، فهمتي؟ أما لو تمشي السبيطار تقعد نهار كامل راه. في بالك تمشي السبيطار مش تصب. شوية على المعاناة في السبيطار. معاناة كبيرة ياسر 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 ياسر. تمشي السبيطار مثلا تمشي بتصب لها الدواء، تمشي ثمانية تروح لأربعة نتاع العشاء. فماش، فهمتي؟ اسمع في. والدواء ساعات موجود ساعات مفقود، فهمت كيفاش؟ المشكلة فيش أنا واحد من الناس مرتي مش ضيع بين يدي، ما عندي شكون يعاوني، كان وجه ربي. قلت لك شاري خذيت من آخر البنك باش يعطيك 300 400، اسمع فيه قلت لك خويا أمورك
ما يحسش بيك انا. ها نهزلوا الدواء وواحد قال هاك نهار قال لي ما عادش بدل عليها المراه. معناها انا مرتي يعني عشره عمري كامل نجيك انت كشاف اجونس ونقول لك اعطيني في الروج مثلا زيدني 100 ولا 200 تقول لي لا مرتك ما عادش تحكي لي عليه. معناها ما يهموش هو. فهمت كيفاش؟ علاش سامحني حتى كان نتكلم على المباشر هو ينجم يبدل لكن انا ما نبدلش عشيرتي. ما تهي انتهت الدنيا هكا اهو يلزمني نضحي وان شاء الله ربي يطول عمرها. ان شاء الله ربي يطول عمرها. ان شاء الله ربي ينقذنا وان شاء الله ربي يطيح بينا ويدي حلالي خاف ربي. فهمتي؟ حب نعطيك نمرو نعطيك. نمرو اما كمل احكي لي انه الصعوبات في السبيطار بخلاف. يس 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 بنيت عم يس مش نقول لك بنيت عم سبيطار 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 هو وقع عليهم ضغط راهم مساكين. يوميا المرضى برشا هو ما اصل يعطيهم الصحه يا جماعه السبيطار كيش يعانوا في الشيء راهو اما راهو مرض هابط اللطف المرضى ضايق المرضى الخايف ماش عارفين منين هبط صغارات كبارات تسمع فيا تمشي. اول ما سمعتوا بخبر المرض نتاعها كيفاش تقبلتوا الخبر؟ انا صحت كو ما نكذبش علي نبكي طفل يبكي طفله تبكي وهي الشجعه ما بكتش. فهمت كيفاش؟ بكيتوا قدامها؟ يا زح كي واحد لازمكم ما تحسوش يعني المريض بالمرض نتاعو. يا زح الطبيب ايش بد خلي يودي مرتك راهو هاك وهاك انا تقعد كو طفلك هو طفلك قعدت هي معناها ولا تصبر فين؟ ولتول هذه ساعه هي شاده معناها خير منا نحن. انا واحد من الناس ونمشي والله والله البارح عندي 50 سنه في تونس يا الكل زي العرف اقسم بالله 50 سنه نعيش في تونس يا الكل زي العرف. ما سالت مني قلت لها كل سي وينو خاطر لوج على دواء وقول لي جمع هذه جمع هذه فهمتي دواء مفقود. هو دواء مفقود لهنا لكن مثلا موجود اكيد موجود في الخارج. ليه من برا موجود الدواء كان عنا تحب كان فما شكون مثلا مقيم بالخارج يبعث لك دواء ولا حاجه؟ شو نشاور طبي هاو قالوا الجمعة هذه مش يجي هو الدواء فهمتي هاو مش نتفاهم فهمتي ما كانش ما يصيرش فهمتي تسمع فيه ما يرحم والديك عايشك ربي يبارك. نتمنى لها الشفاء زوجتك وان شاء الله لاباس. ولو كنت خلي نمروك مسيو 28 387 244 28 387 244